تفضل. مبكر ماتر. ناطرت الصبح مناطرة حضرة الرائد. يسعد لي صباحك. صباح النور. تفضل. ايه ماتر؟ في شيء؟ ولو حضرة الرائد معقول سؤالك؟ بدي رشيد خطار. اليوم منواجهه مع البواب ومنبني على الشيء مقتضاه. حضرتك محامي وأدرى بالقانون. ولأني أدرى بالقانون بقلك إنه كل يلي عملته مبارح منه قانوني. يعني بتختلف الآراء شوي. لا حضرة الرائد ما بتختلف. بلا ماتر بتختلف. حكيت معي للوزير؟ ايه حكيني الوزير. شو يعني؟ شو طلب منك؟ تفضل طلعوا. شو قلت له؟ يسلموا ايديك. تاكل لقمه معي ماتر؟ لا 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 صحتين. شو قلت له؟ بتريد شي تاني سيدنا؟ جيب له قهوه للماتر. ما بدي شي عن جد ما بدي شي. بس شو جاوبته للوزير؟ الله معك. صحتين سيدنا. وينك؟ ما تنسى تروقوا للموقوف. حاضر سيدنا. كتير هيك حضرة الرائد كتير. ولو يا ماتر ولو استكترت على موكلك ترويقة. حضرة الرائد هيئتك مصر انك تهيني وتهين زكي وترفض طلب وزير بدولتك. يا ماتر قلت لك خليني اجيب لك فنجان قهوة بتشرب عند الصبح وبتروق أعصابك. ما بدك الهيئة رح يكون التفاهم معك صعب كتير. تعرف شو؟ خليني اكل لقمتي وبعدين بحكي انا وياك على رواق. ترويقة وعلي ترويقة فايف ستارز. روح قول لمعلمك رشيد خطار هلا بده يظهر من هون وهلا فيها خربان بيوتها.